خير. فتعليق على المجتمع يعني هو النجاح ما له طريق واحد، له مليون طريق. الله، له مليون طريق. ممكن شخص ينجح في مجتمع محبط، هل هذا ممكن؟ أنا أقول ممكن. ممكن شخص ما يقدر ينجح في مجتمع محبط يطلع وينجح، ممكن. ما أقدر أجزم بقول كل يعني كذا أسويها قاعدة، كل من عاش في مجتمع محبط فليخرج. لا 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 لا، ممكن العكس كذا. أنت أبخص، أنت أدرى، ترى ممكن تنجح وانت في مجتمع محبط، ممكن لا، حسب همتك وحسب ارادتك، وتكون ابرز اذا نجحت في مجتمع محبط. ممكن انت تقدر. ممكن العكس كذلك. جزاك الله خير. لكن ممكن تكون مهيئ لك كافه الظروف. احسنت. النفسيه والصحيه والماليه. ادعم موقف اسهل الفاشلين. ادعم موقف ابو سليمان. نقطه جديده، انا في مجتمعات كنت اتوقع ان هالمجتمعات ايجابيه ومثاليه، نموذجية. كنت اتوقع يعني انا مثلا في مجتمع خلينا نقول اقليم معين او منطقه مدينه معينه، قاعد اشوف اهل المنطقه سين اقول يا الله يا اخي انا لو ساكن في سين اصير صاد. صح صح. وقدر الله علي وجلست مع ناس في سين في المدينه ذي وسالتهم قلت يا اخي ما شاء الله عليك، قال اسكت الحسد والبلاء ومدري، قال يا اخي غثونا ما نقدر نتاجر ما نقدر نسوي شيء. الله يقول زي كذا الا يا اخي سبحان الله. هو يناظر مثلا يقول مثلا في مكة يقول يا أخي أنتم في مكة الفرص عندكم أكثر والحجاج موجودين والمعتمر، والله إني أنا أرى شيء عنده هو يرى شيء عندي. كذا معكوسة كل الحياة كذا، كل ينظر للمنطقة أخرى أن هي الأفضل أنهم إيه أن عندنا حسد وأنتم الأفضل، وذيك نفس الشيء. وأحيانا تستغرب أن أحد يمدح شيء عندك ولا ديرتك. أيوة. ولا اللي صح. طيب حنا عيوبه شوف اللي برا منها بليه كل عندكم وما عرفت قيمته. الله العظيم فعلا الشيء اللي تملكه ينزل شوي هذا.